Diolch si yn fawr iawn am wylio'r fideo. السلام عليكم اهلا فيكم فيديو جديد شوف وصل لي الايفون 12 برو ماكس و12 ميني انا كنت محتار اسوي مراجعه لحق اي واحد اول حطيت لكم بوست في اليوتيوب والكل قال 12 ميني انا عن نفسي كنت ابي 12 ميني مسكت العلبه كامل مسكتها تخليك تقول لا هذا الجهاز اللي تفتح طبعا كبدايه شغلك ثقيل الجهاز 12 ميني مش لك 12 ميني لحق اشخاص شغلة خفيف مرة السبكس اللي موجود فيه أو مواصلات الجهاز نفسه نفس ايفون 12 اللي كنت أتوقع أنه راح يكون هو مبيعاته أكثر من مبيعات جهاز لكن أتوقع في ناس يقولون الحين في ذي الفترة خل البطارية تولي باخذ الجهاز علشان حجمه وبجلس أشحن الجهاز كل ساعتين ثلاث ساعات عادي ما راح تكون ساعتين ثلاث ساعات لكن كنت شغل قوي فبالنسبة لي تمنيت هذا ال 12 يكون 12 ميني برو كان خلاص يكون هذا الجهاز اللي راح استخدمه المهم افتح معاكم الجهاز ماني بنطول إيش فتحتها بسرعة أنا؟ مسكت الجهاز قطيت كل شيء المهم السلك والجايد ال ال والستيكر حق قبل واحد بس هذا اللي جبته الجهاز شوفوا كيف شوفوا مسكة الجهاز مواصفات الجهاز بالضبط نفس ال12 العادي لكن التولف العادي اللي بالنسبة لي كان يكون هو أكثر مبيعا لأن بطاريته تكون أقوى أو أفضل حق الأشخاص العاديين خصوصا الأشخاص اللي يحملنا يستخدم الـ 5G فاستخدامك الطبيعي راح يكون 12 أفضل في البطارية أبل ايش سويتي؟ ايش سويتي بهذا الجهاز؟ أبل أتوقع الحين أجهزة الأندرويد لازم يسوون كذا كيف عاد ما ادري لازم يخترعون بطاريه جديده الحجم حقها الفعلي داخل الجهاز صغير ويكون الكباسيتي حقها عاليه او حجمها عالي داخل ما ادري سنابل مثل ما قلتي ما حد الى الان يقدر يسوي ذا الجهاز 12 ميني صح ميني لكن بالفعل برو لا مش برو يعني لكن بالفعل توب جهاز يعتبر فلاج شيب ما يعتبر انه جهاز متوسط ولا شيء فلاج شيب معالج عليه الاي 14 حجم الشاشه 5.4 لو نرجع قبل ثمان سنوات كانت هذا حجم الشاشه كبيره كان النوت تقريبا نوت 1 كان 5.3 اول ما نزل النوت 1 ذاك الحجم الكبير فدي الشاشه لحق السنوات اللي راحت كان حجمها كبير، البكسل بالانش فيه 476 فيعتبر برضو ممتاز بهذا الحجم، لا 14 يجي فيه، الكاميرات الخلفيه راح تكون 12 ميجا بكسل عاديه و12 ميجا بكسل الالترا وايد الواسعه جدا، يصور ال 4 كي عليه الـ A14 بايونيك نفسه نفس اللي موجود على اجهزه ابل الايفون 12 كلها يعني 12، 12 برو، 12 برو ماكس، 12 ميني كلهم عليه الاي A14 بايونيك فاداءه عالي، استخدام ممتاز، يعني جهاز او معالج محطوط في الجهاز الصغير معالج قوي يجي 64 128 256 الذاكره طبعا في الفي اس اي دي والى الان على اللايتنج مثل ما نعرف احنا يجي عليه الماج سيف فتقدر تركب الماج سيف واي اكسسوارز حق الايفونات 12 و 12 برو في لهم خاصه خصوصا في الكيسات برضو في كيس خاص له صغير نفس ال 12 و 12 برو وال 12 العادي يبدا قيمته 64 729 دولار و128 779 دولار و256 879 دولار هذه الاقيام جهاز الايفون 12 ميني اللون الازرق حلو بنشوف ال 12 برو ماكس قدام شقوا معاكم الجهاز ونشوف والله مسكته يعني لو نقارن اي شخص عنده ايفون اس اي، الاس اي 2 يعني او الايفون 8، ايفون 6، 6 اس، 7، هذا نفس الحجم، لو نحطهم بين بعض الايفون اس اي او 6 او 7 اكبر من الايفون 12 مني في الحجم، يعني هذا اللي كان عندنا صغير هذا اصغر منه من واقوى من بكثير. قبل ما تجيب بسوت. يعني الجهاز هذا انا ابوي يحب الاجهزه الصغير ما يحب الاجهزه الكبيره لكن يعني كجهاز يعتبر صغير كحجم لكن اداء اداء فلاج شيب اقدر اقول لكم ابل لعبت في الدنيا هذا الجهاز تكفي مسكته في اليد ما بتكلم كثير عن تشوفون الفيديوهات تشوفون كل شيء ونشوف ريفيو قدام عن انطباعي الكامل عن بعد كذا يوم من استخدام نرجع لكم نسوي انطباعي حق الايفون 12 برو ماكس الان هذا الريفيو الكامل راح ينزل بعد اربع ايام تقريبا تشوفونا في نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه واشتراك في السناب شات اللي وضبط وعمل لايك للمقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسونني بضل دعاكم السلام عليكم